مساء الخير. أتذكر لما واحد من شباب العيلة، أنا وقتها كنت فتى صبي، أجا يسافر على شي بلد أوروبي، طبعا الاسم محفوظ في ملف التحرير، عشان يتعلم دكتور أو محامي. بليلة وداعه، إلا ما زمان كنا نودع اللي بسافر، جابوا واحد تاني من العيلة كان صار راجع من تعليمه من بلد أوروبي شقيق آخر، برضو الاسم محفوظ في ملف التحرير. وكانت مهمة الشخص الراجع أنه يفهم الشخص الطالع كيف بسافره. كان السفر حالة نادرة مليانة غموض، وطبعا عن الركبة بالطيارة حدث ولا حرج. فالشخص الراجع بلش يحكي عن كيف بنزلوا على المطار، شو لازم يكون معك وراء، قديش مهم تتفحص الجواز كل لحظة، كيف بتمرق الأمن والشرطة، وكيف بركبوك بالطيارة، وكيف بتحط حزام، ووين مسموح تدخن بالطيارة. أنا أول سفرة بحياتي كانت آخر سفرة بحياتي بيكون فيه بعد تدخين على الطيارات، كان تدخين زمان على الطيارات. المهم، وكل ما غمّ الشخص الراجع بالحديث كانت الآذان كلها مشنفة. أنا كنت عارف أنه رح يجي يوم وأقول كلمة مشنفة على التلفزيون، بهني نفسي بهاي اللحظة. المهم، كان مشهد رهيب عن أمر رهيب آخر، السفر. كان السفر إشي كتير مش مفهوم ضمنه، ومش أنه اركب طيارة طير وأوصل. إسه شوي شوي السفر صار أقل رهيب وأقل غامض، وشوي شوي صار السفر إشي كتير عادي، بتحمل حالك بتروح على المطار بتطير بتنزل بمطار تاني. قبل سنتين كان الإحساس أنه السفر بالطيارة صار من يوميات الحياة والأمور الأولية اللي منعملها ومنمارسها. صار الراجع يشوف الطالع ما يقولوش مرحبا حتى. فجأة أجت الكورونا، كل شيء سكر، وبالأساس المطارات، والناس صار لها قريب السنة ونص بتستنى الرجع على المطار. بس لما رجع، رجع زي أيام زمان، رهيب وغامض ومش مفهوم ضمنك. الناس بتتصل ببعض، كيف، شو نعمل، إيش ناخد، شو نساوي، كيف كانلكو، سهل، عادي، صعب، تنصحني أسافر. رهبة مخيفة في السفر بسبب فيروس لا يرى بالعين المجردة، كمان مصطلح بهني نفسي على استعماله بالتلفزيون. هذا الفيروس رجعنا أنه نتطلع ونتعامل مع حياتنا الاعتيادية بشكل مختلف وغصب عنا، وخلى كل شيء مفهوم ضمناً بحاجة لإعادة تدوير في فهمه وهضمه. وما لحقنا نحس أنه الموضوع يمكن عم بيبدأ يصير من ورانا، اكتشفنا أنه الفيروس يتحول ويتحور ويتجدد ويتأقلم. على فكرة بذكرني كمان كائن حي هذا الفيروس، وكأنه عم بيوعدنا برجعة بحلة جديدة كمان مرة، وكلنا واقفين على جنب وفتحين إيدينا ونتضرع بخشوع أنه يا رب لا، يا رب لا، بلاش كمان مرة، بلاش كمان مرة. ويبدو أنه صار واضح عنوان حلقتنا اليوم: الكورونا، ماذا لو عادت مرة أخرى. يلا نبدأ. الأعزاء مشاهدات ومشاهدي قناة مساواة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عزوم، البرنامج اللي بيوصل للبيوت، بيوت المشاهدات والمشاهدين وبيوت ضيوفه، وبطرح تساؤل عن موضوع معين، سؤال بحب أسمع جواب عليه، وبلتقي مع ضيوف ممكن يقدروا يجاوبوا على أسئلتي، ومتأكد إنهم رح يرتبوا لي أفكاري. في هاي الحلقة من برنامج عزوم رح يكون معي أشخاص مختصين في مجالات مختلفة ومراقبين لعدة نواحي في حياتنا في تجربة الكورونا. أنا كتير سعيد إني أحاور دكتور جهاد خوري، أخصائي الأمراض الباطنية وأمراض الرئة في جامعة ييل الأمريكية، طبيب مختص سابقا في مستشفى الكرم الحيفا ومستشفى الناصرة الإنجليزي. حسين خلايلي، مدرب، مستشار شخصي ومستشار لاقتصاد العائلة، 18 عاما خبرة في عمل البنوك والتأمينات والرهن العقاري. دكتور زياد خطيب، مختص نفسي تربوي، يعمل في عيادة خاصة ويحاضر في 3 كليات في حقول التربية الأبوية. يلا عزوم، بدي أبدأ مع دكتور جهاد خوري. أهلا وسهلا فيك في برنامج عزوم، وشكرا على تواجدك معنا. شكر لك يا أستاذ عامر. هلا، بدي بالبداية تحطنا هيك شوي في صورة الوضع الراهن، يعني بـ 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 من مكان اختصاصك، يعني متحور دلتا أو الطفرة الهندية عم بتلوح في سما العالم، والناس اللي زيي مش بالضبط فاهمين وين واقف الأمور صحيا. يعني عن جد في احتمال أنه إحنا رجعين لنقطة الصفر؟ أنا بتوقعش أنه رح نرجع لنقطة الصفر، بس من ناحية تانية بقدرش أقول أنه بأي لحظة من اللحظات الفيروس والانتشار الوبائي كان ورانا. يعني من شهر 12-2019، من وقت انتشار الفيروس في الصين، الأشياء ظلت تتقدم مع دخول التطعيمات
عدد المرضى المشخصين يوميا صار يقل عالميا، بالأخص ببلادنا بسبب أنها كانت من الأوائل عالميا ومن السباقين بعدد التطعيمات نسبة لعدد الأفراد بالدولة. فكان في انخفاض حاد بوتيرة العدوى، بس ولا مرة الإشي كان ورانا، ولا مرة كان عدد المرضى الجداد المشخصين يوميا هو صفر. التغييرات اللي بتصير بالفيروس هي تغييرات طبيعية، كل الفيروسات بتتغير، بتتغير بسرعة كبيرة جدا. احنا بنعرف او الاسماء الفيروسية اللي نعرفها هي الطفرات الهندية، جنوب افريقية، الانجليزية، البرازيلية، هاي الاسماء الشائعة. بينما الطفرات المشخصة عالميا هي بعشرات الالاف، وبديش ابالغ بالالاف، فأغلبها ما إلهاش قيمة وبائية. مرات الفيروس لما بتغير بيصير فيروس أضعف، ومرات بيصير فيروس أقصى. نذكر منها ثلاثة: الفيروس الأساسي أو نقدر نسميه الفيروس الصيني، بيسموه باللغة العلمية الوايلد تايب، اللي هو كان فيروس اللي كنا كثير متخوفين منه، بينما بعدين اكتشفنا الفيروسات اللي هي أقصى منه. بداية كانت الطفرة الإنجليزية، ولأنها بتنشر أسرع هي الطفرة اللي انتشرت بالبلاد وبسرعة كبيرة، صارت هي الطفرة المسيطرة بالبلاد. حالياً الطفرة المسيطرة هي طبعاً الطفرة الهندية، والسبب هو ذاته إنه الفيروس بنتشر بطريقة أسرع. وعشان هيك إحنا يعني منقدرش نسبه الفيروس، إحنا بدنا نتعامل مع الفيروس كيف بطريقة. فوضعنا بتصورش إنه رجعنا لنقطة الصفر. بعد التطعيمات في أهمية كبيرة، الناس اللي مرضت بيضل عندها نوع من الحصانة الجسدية من الفيروسات، حتى لو انعدت المفروض يكون الفيروس أقل. وأكيد رح نتطرق لهاي الأمور أكيد خلال الساعة القادمة. أكيد أكيد طبعا هذا الموضوع، يعني إحنا عم ناخد العناوين الأولى منه عشان نقدر نتطرق له ونبحث فيه شوي بتفاصيله أكتر، بالذات للمنطقة الموجودين فيها مع الكورونا. بس هون بدي أضم للمحادثة حسين خلايلي، أهلا وسهلا فيك في البرنامج وشكرا على تواجدك معنا. شكرا جزيلا، هلا هلا. السؤال حسين اللي بدي أطرحه عليك في البداية هو: هل الناس قادرة إنها تمر كمان فترة إغلاق وفترة شلل اقتصادي وقعدة بالبيت وإنتاج أقل؟ هل في بتفكر إنه بعد في مجال من هالنوع إنك تقدر تسيطر على الناس من أول وجديد بهاي الفكرة؟ بلاش أكون سلبي، بس لا مش بساطة. الكورونا مرت علينا، بدنا نطلع الكورونا من منظار إيجابي. عامر، الكورونا أنا بشتغل مستشار لاقتصاد إدارة العيلة ومرة دورات وبعلم ناس وبرافق عائلات. الكورونا اللي كان اللي بده يستفيد من التجربة اللي عملتها الكورونا على مدار سنة كاملة، على التقليص اللي صار في المصروفات، على التغيير من فضلنا الحاجيات على الرغبات بالرغم عنا. وعشان هيك النتائج الاقتصادية في البداية كانت منيحة، عشان الناس التزمت واشتغل نظام طوارئ عند كل العائلات، فتوقفت كل أنواع المصروفات وتقلصت على الاحتياجات الغذائية فقط. هاي الشغلة نزلت الضغط عن حسابات البنك. هاي الشغلة كانت في ناس كثير عملت توفير، بس بلشت تفتح الدنيا كمان مرة. كل التصحيح اللي صار عودنا رجعنا للعادة القديمة، لأنه النتائج الاقتصادية أو الإدارة الاقتصادية مبنية بالأساس على عادات اللي مبنية على سلوكيات اللي جت من محل قرار. قررت الناس، اختارت انها ترجع لطريقه المصروف اللي كانت قبل، لا بل اكثر، للتعويض عن الفتره اللي كنا محجوزين فيها وما كانش فيها مصروف. طب ليش باعتقادك، بعرف انه بدنا نفتح، ليش باعتقادك هذا صار؟ ليش الناس ما تعلمتش الدرس وقالت انه طيب انا رح استفيد من اول وجديد من شو صار معي، وانه حتى لو فتحت الدنيا احنا بدنا من يوم وغاد نعمل حساباتنا بشكل مختلف؟ الناس ما عملتهاش لأنه كانت الناس مشتاقة لمنطقة اللي كانت فيها بالبداية. الكورونا طلعتنا من محل أمان، من منطقة الراحة الحياتية اللي كنا عارفينها متوقعين، عارفين التزاماتنا، عارفين حياتنا. الكورونا اجت حطتنا في محل فيه تحدي. الناس ما حبتش الناس المحل اللي فيه تحدي، والعادي رجعت غلبت على الناس ورجعنا نصرف أكثر. ولما نطلع مجتمعيا نطلع مناسباتنا كيف تغير صورتها، إعراسنا صار فيها استثمار أكثر، وصارت تقاس المناسبات حسب كمية الاستثمار المادي.
المشتريات زادت. وده بتتذكر إثبات على هيك أول ما فك السجر الأول أو الإغلاق فتحوا دكاكين الشوارع، الناس اختارت إنها توقف قدام إيكيا 4 ساعات عشان تفوت تشتري غطاء للتخت. فرجعت العادة الاستهلاكية اللي هي غالبة على قراراتنا العقلانية، لازم ندرس قراراتنا المادية كيف لازم، على العادة اللي فيها استهلاك ومشتريات. فصار الواحد بده يتفرغ عن نفسه بواسطة مشتريات. رجعت المطاعم تعبت، رجعت محلات الأواعي تعبت، رجعت السفر بكل ثمن بدنا نطلع حتى لو بنرجع 14 يوم على حجر، وكلها بدون دراسة مسبقة للأمور المادية وبدون تخطيط للمستقبل، إنه إذا صار في كورونا كمان مرة شو بدنا نعمل؟ ما فيش تخطيط للمخاطر المالية المستقبلية بحالة إنه كان في كورونا أو كان في عن هذا بدي أتوسع معك مع الجميع بالحلقة، ما بدي أفتح هذا الموضوع عن لو رجعت، لأنه هذا موضوع حلقتنا وبدنا نفتحه بالحوار المفتوح بيناتنا. بس أخيرا بدي أضم للمحادثة دكتور زياد خطيب، أهلا وسهلا فيك في برنامج عزوم وشكرا على تواجدك معنا. أهلا وسهلا، يقبل الضيوف. هلا هلا دكتور. طب السؤال لك هو كالتالي، يعني في في حال عادت الكورونا بكل تقييداتها، أنا كيف ممكن أشرح لنورة بنتي إنه اللي عمرها 8 سنين إنه الإنسان ما انتصر على فيروس بعد ما طمنتها إنه تقريبا انتصرنا على الفيروس وإنه العلم أقوى من الفيروسات كلها؟ كيف ممكن أقنعها بهيك كلام اليوم من أول وجديد؟ كيف ممكن نسيطر على أولادنا وبناتنا حسيا في حال رحنا لكمان جولة إغلاقات؟ أنا أفكر، اسمح لي أستاذ عامر، أفكر ما طمنتش بنتك، إنه كنت طمنت نفسها أكيد. طيب أنت كشفني، بعرف يعني بما أنك مختص نفسي أكيد كشف النفسية صحيح اللي عم تحكي، ولكن أنا بطمن نفسي كمان عشان أطمن بنتي. يعني لما تحط الأجاب كلمات إلى إنسان آخر، طيب يعني التعبير للآخر كأنه تعبير للنفس، بس أسهل أسهل، لأنه ممنوع نحكي مع الناس، نفكر أنه مجانين شوي حكينا مع النفس. استبهل أرد لك على الجواب بهيك بشكل وصفي، شو اللي صار؟ شو اللي صار عشان نشوف شو بيصير؟ اللي صار إنه إذا بتتذكر شهر 1/2/2020 كانت وصلنا صور من الصين، وكنا بعاد، إحنا بعاد جغرافيا عن الصين، بعاد حتى من ناحية تواجد حضوري نفسي مع الصين. كنا نطلع الصور، مرات في تهكم صدق، وأنا شفت ناس اللي كانوا طلعوا تهكم، مرات كانوا يطلعوا عليك بعدم أهمية، تقريبا أهمية الموضوع، يعني خطر بعيد علينا. إذا ما كانش في قلق، يعني كان في بداية قلق، بس بنحكي شو معنى الخوف والقلق، طيب كان بداية قلق إنه إشي عادي يصير في العالم. بس أحكيك للناس اللي كان عندهم شوي معلومات عن الفيروس، من إن أنا أحكيك بصدق، بعرف إنه كان في سارس، وبعرف كان في الإيدز، السيدا، الفلورفانسي، بعرف إنه كان أمراض وباءات والعالم عاشها وتعايشها، إنه يعني تفكيري الأول إنه في الصين في وباء فيروس معين سوف نجتازه كما اجتازنا كل وباءات اللي احنا عشناها، يعني بالعصر الحديث ما نحكيش عن الطاعون غير الطاعون. اذا الحلقه الاولى ما كانتش موجوده، كانت حلقه بعيده من ناحيه نفسيه. كان حلقه الصين اللي فيها فيروس، الفيروس زي السارس وزي الايدز، انه ممكن يغلبنا شوي في اللغه العاميه، يغلبنا شوي صغير بس ننتهي. وانا كنت عارف، يعني بعرفش مش لاقي نفسي كله، كان عندي الانتيسيون الحدث انه اذا بقرب شوي صغير بخاف اكثر، وعاصرنا نظري في علم النفس، كل ما خطر كان بعيد او كل ما صدمه كمان كانت بعيده، كل ما كان واقعها اقل. اذا قرب وصارت حالات الرسم من حالات في البلاد. برضو انا من شفا عمر بشتغل طمره، بشتغل سخنين، وبشتغل في بلاد عربيه كثير، ما كانش عندنا حالات في الوسط العربي، يعني ما كانش في قلق، برضو كان بعيد. الحلقه حتى حلقه وصلت على البلاد، فات عن طريق مطار بن غوريون، سلم على الموجودين غاد، ختم الباسبورت وفات. رغم كل هاي يعني ما كانش في خوف شديد، كان انه ولا شيء، صار في الابيب، صار في مديرين، صار في القدس. وانا كنت اقول في اليوم الاول اللي بدخل الكورونا بين قوسين الفيروس، في مجرد انسان يصيبه فيروس ويمرض ساعتها يبدا الخوف، وهذا ما صار بشكل وصفي. هاي ما صار، اول حاله انا متذكرها صارت طمره وبشفا عمر، بدات حاله القلق بالهلع، يعني الحلقه الاولى قربت علينا. إذا صارت الخوف شديد جدا جدا، وإذا تسألني يا أستاذ عامر الضيوف، هل الخوف منيح في حالة الفيروس؟ ذهب البحث خصوصا بالعامية، رائع إنه يخاف، يعني يمكن أهم شيء يرد على الإنسان من مجابهة المخاطر والخوف. للأسف أعطيك مثال، أعطيك بس دقيقتين ثلاثة، أنا عشت في أوروبا 20 سنة، بعرف إنه في سنوات من السنوات، سنوات التسعين، لمنع والوقاية من حوادث الطرق
قرروا نحط حوادث طرق حقيقيه مع دماء في الشوارع، يعني انت ماشي بالسياره كان صوره لحادث حقيقي مش رسم اللي فيه دماء وفيه موت. نزلت نسبه الحوادث الطرق في خلال 3 اشهر 30%. يعني للاسف الشديد الخوف خوفنا هو الردع الاول، واحنا خفنا اذا لما وصل الفيروس على البلاد وصل لهنا صار في خوف شخصي ذاتي، بطل الخوف هيك زي بقول بسبح بالهواء انه خوف هائم، صار خوف ذاتي. يعني انا ممكن يصيبني، ممكن يصيب حدا قريب علي، ممكن 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 بيد الشعور شوي مش بالخوف ثم الهلع. وهي فادنا كثير كثير، مع انه للاسف الشديد مش الكل، بس انا بفكر الاغلبيه الساحقه. انا بشتغل محل فيه 14 بسيكولوج، كان في اصيبوا خمسه، يعني خمسه من 14، واضطرينا نطلع للعزل. اذا صار في اشياء عمليه ادى الفيروس الى حدوثها، ادى صار في شيء براغماتي عملي مش انه حكي. جميل. اذا زاد الخوف هسه اليوم شو اللي صار بعدين؟ وللاسف شو اللي صار بعدين؟ اللي صار بعدين لما احنا بدينا الحالات تقل باسرائيل تقل، بطل عندنا تقريبا لا قلق ولا خوف. خلص يعني وصلنا لمرحله صار فينا نوع من التخدير النفسي، ده ممكن نسميه الاصطلاح من الشكل. يعني خلص بدي اربع حالات 20 حاله 30 حاله 40 حاله، وبعدين اللي بتابع الاخبار بسمع انه في امكانيه، والاستاذ جهاد الدكتور جهاد سامعني بتامل مصاح، يعني بامكانيه ايجاد دواء صار 11 12 مش بس تطعيم، وانه التطعيم فايزر وموديرنا وكل انه فعال 90%، وانه التطعيمات بتزيد 12 مليار، في امكانيه ان ننتج في السنه. كل الارقام هاي لا بعيش اللي حدث طمنوا، اطمنا اكثر من اللازم بالعربي، احنا تخطرنا يعني اطمنا اكثر من اللازم انه الفيروس راح يعود. واكثر من هيك هاي انا بشتغل كمان في مدارس مع وصلوا اولاد المدارس انه ما ليس طبيعيا اصبح طبيعيا. يعني اعطيك مدارس قاعدين نحكي عن الزوم، الزوم مش طبيعي، بس اليوم اولاد المدارس صدقوا حالهم طيب. انهم تعلموا على الزوم. والاكثر من هيك بس كلمتين، اكثر من هيك انه حتى المعلمين وزاره المعارف صدقت حالها انه عن جد عالزوم هو شيء طبيعي، والولاد عاشوا ليش طبيعي، بس هو مش شيء طبيعي. عدم العلاقات الاجتماعيه اصبحت بالنسبه لجيل معين، لكل جيل حتى، طيب انه انا ما شفتش حدا بمجتمعنا حاطط غرفه عنده كل عده الكهرباء اللي بسميها الاولاد، كانوا سمارت فون، كانوا جيمنج، كانوا البلاي ستيشن. خلص انه حياتنا اللي مش طبيعيه كحياة الكهف إلى حد كهف الكهرباء نسموها، أنا ما أسميها طيب، أصبحت طبيعية. وهي الخطر، هاي الخطر. إسا يعني رجعنا على المدارس، عادي فترة وبعدين طلعنا على الفرصة. إسا بسؤال واحد اليوم إحنا في فترة، أنا منين وأفكر كل راح أزيد فترة قلق مش خوف. القلق إنه أنت في إيش بده يصير، في نوع من التهديد اللي بده يصير مش عارف تعرفه. يعني هل هو الفيروس؟ هل هو حكى على السجاد؟ حكى على الاقتصاد؟ يعني كثير كثير فترة الكورونا ولا واحد جاب انه في قلق اقتصادي. طيب دكتور انا يعني يعني عم نتوسع وبدي نتوسع اكثر، بس نتوسع مع بعض في حوارنا المفتوح. وبدي اطرح المحور الاول اللي هو عن جهوزية تبعت البشر وجهوزية البشرية للموضوع. يعني هل الخبرة اللي مرقناها هاي السنة، والسؤال للجميع، الخبرة اللي مرقناها السنة بالنص دول تقريبا رح تعطينا فرصة نتعامل مع كمان جولة بشكل أفضل برأيكم، ولا إنه بالعكس الخبرة هاي وإنه إحنا مرقنا رح يعني نكون الجاهزين للفترة اللي بعدها إذا رجعت علينا؟ إذا بتسمح لي من ناحية طبية أجاوبك إنه الجواب هو نعم ولا بنفس الجملة. يعني هاي يعني كيف بدي اصرفها دكتور، نعم ولا جايك بالحكي؟ يلا. فاحنا من ناحيه طبيه، من ناحيه علميه، احنا بنعرف ايش عم نواجه. يعني من ناحيه اطباء، ممرضين، ممرضات، مشافي، احنا بنعرف احسن ايش عم نواجه، نعرف كيف تصرفات الفيروس، بنعرف احسن بكثير كيف ممكن نتعامل مع الفيروس المصاب بالكورونا. الخوف والهلع اللي كان بداية عند كمان طواقم الطبية، يعني كطبيب اللي عالج عشرات مرضى الكورونا بحالات فعالة اللي هي بتهدي، أو حالات اللي هي ما بعد العدوى أو ما يسمى متلازمة ما بعد الكورونا، كمان أنا شخصيا كان عندي خوف أنه أنعدي، أو أنه حتى لو ما حسيتش بشيء أنه ممكن أنقل الفيروس، كيف ممكن أتصرف وأنا لابس كل
الوقاية من ناحية كمامات ومن ناحية وقاية للعيون ومن ناحية للإيدين ولكل الجسم. فهاي الأشياء عنا خبرة فيها من ناحية كيف أي أنواع دواء تعطي المرضى. يعني كمان من الهلع اللي ذكره الدكتور زياد ما كانش بس العامي، كمان كان عند الطواقم الطبية والعلمية. يعني إذا بتذكر ببداية الكورونا طلع بحث فرنسي على 31 مريض، اللي هو يعني بحث لو إنه مش عن كورونا كان ما حداش بنشره بمجلة حتى صفراء، مش مجلة علمية، انتشر كتير على صعيد كتير واسع، اللي كان يحكي عن إعطاء دواء اللي هو ضد الملاريا مع أنتيبيوتيكا اللي بسموها أو مضاد حيوي، اللي واحدة اسمها أزيترومايتسين، الثاني هيدروكسيكلوروكوين، اللي هاتا نجرب أدوية اللي هي مش ضد الفيروسات بالمرة حتى نجرب نعطيها. بحث كتير صغير اللي أخذ صدى كتير كبير، حتى الرئيس السابق دونالد ترامب اقتبسه، واكتشفنا إنه هاي الأدوية مش بس إنها بتفلش، إنها بتقتل. فاليوم إحنا عندنا خبرة أكبر بكتير من ناحية كيف تعطي التنفس الاصطناعي، أي أنواع أدوية ممكن تعطيها، إيش الأدوية اللي ممكن تفيد، إيش الأدوية اللي جربناها وبتفلش. معناته وين لا إحنا مش جاهزين؟ هاي هون إحنا جاهزين، بس إحنا مش جاهزين لكمان جولة، لأننا إحنا بهاي المرحلة كجمهور تعبانين، كأطباء مستنزفين. يعني إسا نرجع لعشرات أو مئات المرضى بالعناية المشددة بكل الدولة، هذا الإشي راح يكون مرهق كتير نفسيا كمان للعامة برأيي، وكمان للطواقم الطبية اللي هي يعني بهاي السنة الطواقم الطبية إجمالا، مش يعني مش بس الأطباء، استنزفت بشكل كتير كتير. يعني كنا نشتغل بورديات 12 ساعة 12 ساعة لفترة كتير طويلة. أنت لما بتكون لابس كل أجهزة الوقاية عشان ما تناديش، هذا إشي كتير صعب جسدياً. بعرف إيش إذا حدا من المستمعين جربه، أنت بتفوت على القسم تبع الكورونا وأنت لابس كل هاي الأجهزة، يعني زي اللي طالع على الفضاء الخارجي، تطلع بعد ساعتين ثلاثة أربعة أنت مش قادر توقف. كميات العرق اللي بتعرقها جوا يعني رهيبة، بتطلع بدك تشرب 2-3 لتر مي لتعود السوائل. فإحنا مستنزفين، وإذا ليش برجع لا سمح الله بنفس الكمية وبنفس أعداد المرضى، هذا الإشي رح يكون يعني صدمة نفسية وجسدية بالنسبة لنا. عندنا الخبرة بس إحنا تعبانين، زي يعني إذا بتأخذ أحداث اليورو زي ما بتأخذ أنت لاعب بعد 90 دقيقة، من 90 لل 120 قديش بيكون تعبان. طب ممتاز التحليل من ناحية صحية. أستاذ حسين بدي أسألك على جاهزية البشر والبشرية الاقتصادية واجتماعية، إذا بنقدر يعني نقوم بهم كمان إغلاق إنه الناس هل هي جاهزة إحنا ولا أنت حكيت يعني حكيت بالعكس، إحنا فتحوا شوي الحياة وصدقنا إنه فتحت الحياة، فالناس هجمت على مشتريات ورجعت على عاداتها القديمة. بدي أتواصل عامل من ناحية حكود دكاترة تاني من ناحية نفسية ومن ناحية صحية، وهذا صحيح 100% كمان اقتصادي. فلما ودليل على هيك لما كان حالتي الهلع والخوف بالبداية، الناس طورت طرق إدارية صحيحة 100% بدون ما يتعلموا كيف يوفروا في المصروف، كيف يعملوا التصحيح، كيف يلغوا شغلات مش حاجة لإلها، يتوجهوا للبنك عشان يركبوا أمورهم في البنك، ورجعوا شركة التأمين عشان يعملوا التأمينات المطلوبة، واللي ما كانش عامل تأمينات تطور شغل التأمينات بالبداية وقف، بس بعدين بلشت الناس تعمل تأمينات صحية مثلا عشان تحافظ على حالها. فالحالة الهلع جابت نتائج إيجابية اقتصاديا، بس في الشك إنه العادي إنه ممارسات اليومية اللي هي تتأثر في نوعية القرارات اللي بناخذها إن كانوا عاطفية أو تقليد الآخرين أو مشتريات غير مدروسة، عودة غلبت على الناس ورجعتها على المحل اللي إسا إحنا موجودين فيه، وبيشبه المحل اللي كنا فيه قبل الكورونا من ناحية إدارة مالية. لا بل يعني بديش أحكي بسلبية كثير، والأسوأ إنه صار في اعتماد على البنك أكثر، والبنك بطل يعترف الأجسام الخارجية الخطيرة اللي موجودة في مجتمعنا، وزعوا مصاري بكميات خطيرة. فإسا نرجع الناس على المحل اللي فيه بطالة أو فيه إجازة غير مدفوعة الثمن أو فيش دخل، ويرجعوا يعملوا تقليص في المصروف. تعودت الناس على نظام جديد اللي نعرف نتعامل مع الكورونا على الموجود،
والدليل على هيك بدنا نحكي مثلا على مناسبات الموجوده، العراس مش راح تلتغي، الرحل مش راح توقف، الناس بتفضل ترجع 14 يوم بالدود عشان المنطقه اللي كانت مريحه لهم من ناحيه مصروف اللي هي بتخدمهم نفسيا وبتخدمهم اجتماعيا ومناصب اجتماعيه او ذروه اجتماعيه اللي فيها تاثير على قراراتهم الماديه رجعت تغلب، ونسينا المحل المنيح اللي كنا فيه والمصاري اللي جمعوها في وقت الكورونا. وفي كثير ناس عملت توفيرات، ناس شخصيه، بحكيش على مصالح تجاريه، مصالح تجاريه كانت بصعوبات وبلشت تتنفس هسه شوي، فنيجي نرجعهم على المحل اللي فيه اغلاق وما فيش محل دخل، وترجع على تغيير العادات للتقليص في المصروف راح يكون في صعب كثير. ودليل على هيك هسه انا من لقاءاتي مع عائلات او مع مجموعات الموضوع عم بينطرح بانه احنا عايشين صرنا ندبر حالنا مع الكورونا ومندبر امورنا، وكيف اعطوا معنكين بالاول او كيف اعطوا منح بالاول اعطوا، فصار في اتكال كمان، فصار في البطاله بعدها مستمره، النتائج الاقتصاديه مش كثير مريحه، مع انه كان في مع انه لو استعملت الكورونا بشكل او كان في توجيه للناس استعملوا الكورونا والاشياء اللي تعلمناها من الكورونا بشكل ونثبته في داخلنا بيصير كانت درس ممتاز جدا وجاب نتائج رائعه جدا. حلو. بس للاسف انه الناس رجعت على العادات الاقتصاديه القديمه اللي هي مبنيه على اني ادلل حالي وانه اعيش في مستوى عيشه عالي وحتى على حساب الجوده. طب حلو. الناس تقدر تتعامل مع الوضع الجديد وترجع على المحل اللي فيه اغلاق. اوكي، من هنا دكتور زياده بدي اخليك تجاوب على هذا، اعطيك المساحه بس بدي ازيد كمان نقطه على هذا الموضوع، بما انك انت حكيت على موضوع الخوف والهلع، طب يعني من خلال قراءتك للوضع بدي ازيد على هذا، يعني هل بتفكر انه الناس رح تنصاع للتعليمات كمان مره؟ يعني هل عندها يعني هل طورت حصانه من الهلع والخوف هذا انه الناس بين قوسين عافت حالها من الانصياع للتعليمات وما صدقت انها بلشت تتحرر منها؟ هل شايفين انه الناس رح ترجع للمكان اللي كانت فيه بسهولة وبرضا لأنه كمان في رادع وفي خوف من أول وجديد، ولا الناس قالت خلص إحنا هذا الفيروس عايشين معه وانتهى الموضوع؟ أستاذ عامر اسمح لي أول شيء أربط القضية من اللي قاله أستاذ حسين. تفضل. إحنا أحد المشاكل اللي عندنا اليوم يمكن أكثر خاصة فينا إحنا بالبلاد، بحكي لك عرب العرب، طيب إحنا انتقالنا من مجتمع فلاحي لمجتمع استهلاكي اللي حكى الأستاذ حسين هسه كان سريع أكثر من اللازم. احنا انتقلنا من مجتمع بسيط جدا مع اكتفائيه بسيطه مع هيك نعيش بعفويه لمجتمع بمعنى غربي استهلاكي، بمعنى مش استهلاك التلفزيونات وانما انه لازم نعمل اشياء، نشتري اشياء، نسافر من دون ضروره. هاي خلق انه احنا تعلقنا بمجتمع صار في ادمان على الاستهلاك، وهي قبل الكورونا وبعد الكورونا، يعني حتى شعرنا هاي بالكورونا. اذا اول شيء اعرف انه في عامل اقتصادي نفسي بسميه، طيب العامل انه انتقالنا السريع من مجتمع فلاحي بالعقليه، بحكي مش بس كمان اقتصاد سمعنا الاستاذ حسين، بحكي بعقليه الفلاحي مجتمع الفلاحي لو عقليه المجتمع الاستهلاكي، الا خلانا انه مجبورين نعمل اشياءنا مش ضروري نعملها. اثنين انه احنا اليوم في وضع انه فيش عندنا خوف كثير، انا حسب رايي كبسيكولوج للاسف مش خايفين كتير، وأنا بديش إنه الناس تخاف كتير نوصل لمرحلة بسموها مرحلة الهلع. الهلع لما الإنسان عنده هلع ببطل يتصرف صح، ببطل إما ينزوي أكتر من اللازم، ببطل يشتغل، ببطل يهتم كأب، ببطل يهتم كمعلم، ببطل يعني يتخلى حتى عن حياته الوظائفية في حالة وجود هلع. وفي حالة وجود خوف أوبتيمالي يعني بالنص عشان نفهم، هاي جدا جدا منيح. وأحكي كمان مرة، مش بس الخوف، الضغط النفسي الاوبتيمالي هو احسن وضع للتوازن النفسي الانساني. يعني بالعربي اذا انا مش مضغوط شيلي مش منيح، اذا انا مش خايف شيلي مش منيح. يعني بالعربي لاجل مواجهه الكورونا قريبا وان شاء الله ما نواجهها، والدكتور جابر اكثر مني، طيب ان شاء الله ما نواجهها مره اخرى، بس تعال نقول تعال احنا نوصل الرساله للي حوالينا وقلنا انه لا، تعال نعمل كانه الكورونا بترجع، ان شاء الله ما بترجع. بس لما الانسان يكون محضر حاله لخطر محدق بتبطل تراما، بتبطل صدمه، بس ولسه مش رح تكون صدمه، لسه مش رح تكون صدمه او هلع اذا بترجع كمان مره. بس كمان مره اذا احنا بنكون فيش عندنا الخوف الاوبتيمال والستريس الضغط الاوبتيمالي مش رح نواجه الموضوع صح. يعني ان خفنا اكثر من اللازم وانضغطنا اكثر من اللازم غلط، ولسه الوضع الحالي شو
الوضع الحالي، لا احنا خايفين ولا احنا مضغوطين. يعني حقيقه بصدق عقلانيه بسيطه جدا اي انسان عنده اياها، ليه انا اسافر اسه؟ ماني انا ضروري اكون لا دكتور ولا في البيولوجيا اعرف انه في شيء بسموه ميتاسيون، في شيء من الطفرات، في طفره اللي انا بعرف كل يعني بفكر شوي صغيري، اسال اللي حوالي شو يعني طفره؟ شو يعني الفيروس بيعمل طفره؟ ونشرح له انه الفيروس بحول نفسه شوي صغيري، يمكن التطعيم يمكن ما يشتغل. طب ليه انا اسافر هسه في الوقت الحاضر اخذ مخاطره لو انه 10%؟ عشان انا بدي ارد على المقاييس الاستهلاكيه اللي كتناها في المجتمع، ما ينفعش اسافر كمان 6 اشهر 7 اشهر او عندما تتضح الصوره اكثر جليا. يعني احنا في وضع مخيف، المخيف مش انه خايفين من الكورونا، بديش نخاف كثير، انه مش خايفين شيء. يعني من التعامل العراس اللي قاعد تصير، بتشوف العراس في الوسط العربي اليوم انفتح اكثر مره على الميديا موضوع العراس، كانه فيش كورونا عادي، كانه ما كناش هناك ولا مره. استاذ عامل ليه مش كورونا؟ انا مش فاهمه، لانه ولا حاله صارت مش فاهمه لسه في المده اخر شهرين من العراس. لو انه تصور حاله واحده من العراس، حاله واحده ونعرف انه سببها من العرس او قاعه سكر او مفتوحه، بيبدا حال من اول جديد، الخوف والقلق والهلع، وساعتها نرجع شو بنرجع؟ نرجع للحياه، الكهف الكهربائي لاولادنا. يعني ليه بدنا نقاطر الى حد ذاك ان نعيد الاولاد الى جسوم؟ ليه نقاطر نعيد الاولاد في الى حياه غير اجتماعيه البته؟ يعني احنا كنا نعاني في البدايه، اسمح لي اتطرق شوي صغيره، كنا نعاني من السمارت فون والادمان على السمارت فون. إسا اليوم احنا قاعدين قلنا للاولاد خلال سنه ونص لا ولا يهمكم ايدهم على السمارت فون، لازم تفوتوا على الزوم، لازم تحضروا الوظائف على الزوم. الاولاد واحد صدقوا نفسي، شو كنتوا تقولوا لنا مش مدمنين؟ يا احنا مدمنين. اذا كمان عشان نساعدهم يطلعوا من الادمان الكهربائي اللي جدا جدا، وانا بعلم على الادمان بالكليات طيب، بس انا بعتبر اليوم مش الافيون ولا 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 الكنابس ولا خطر، الخطر هو السمارت فون، وهو اللي بسموه الايزولاسيون، انه الواحد بيعزل حاله اجتماعيا شوي شوي عن طريق السمارت فون. على الاقل هاي، على الاقل نعود الى المدارس، عشان اولادنا نعود الى المدارس، وعشان يا استاذ حسين سامعني كثير خافوا اقتصاديا، ما حكيناش عن الموضوع، يمكن بنشتغل احنا بنشتغل بوظائف معينه ثابته المعاش، ما خفناش كثير طيب، بس اللي بيشتغل في مصنع، اللي كان يشتغل في حرفه معينه، اللي سكرت المحلات، ادى الى قلق اقتصادي وجودي بحكي، مش بس هوي. طيب اسمح لي تفضل 100% اللي بيقوله الدكتور، لانه بالبدايه وهي الفتره اللي هي الاولى اللي كان فيها خوف قوي، الناس كانت في حاله هلع على محلات الشغل، بطلت اشتغل من بدي اعيش، عندي التزامات، عندي قروض، عندي تمويل لشراء السياره، عندي كرت اعتماد بده ينفشر، منين بدي اغطي؟ راحوا عملوا ترتيبات مع البنوك، يقولوا بس بعد ما تنفسنا شوي رجع الاستهلاك زي ما كان، ورجعنا نستهلك حتى اكثر مما كنا، والحجه هي تعويض عن الفتره اللي ما كناش نستهلك فيها. بالضبط. فالنتائج اللي هي موجوده اليوم حاليا، الاحتفالات كبيره بالبنك كيف، لانه رجعت الناس للاستهلاك مع عدم القدره على السداد، بتوجهت الناس للبنك بشكل خطير جدا. في مش طبيعي، يعني مش عارف انا اقدر افسر سوق السيارات اللي كل ماله ما بيزيد، كلها سيارات جديده كلها مبنيه على تمويل، والتمويل فش له مصدر وغير مبني على بناء ميزانيه بيتيه مدروسه، ما حدا بيفحص حاله بقدر ادفع ولا لا، الا انه بسبب الاستهلاك الغير مدروس عم نجيب شغلات ما عندناش القدره على سدادها، عشان هيك عايشين في ضغوط ماليه، الضغوط الماليه مستمره، ومناسباتنا الضخمه جدا اللي عم نعملها اللي هي مبنيه كمان على اعتماد خارجي. بيجي يعني ذكر الدكتور العراس، وانا حكيت عن العراس، العراسي ظاهره مستفزه جدا مع كميه الاستثمار المادي اللي بنلعب بالعرس، اللي هو ما لهش تفسير منطقي، وخاصه انه بنبني على ضغوط العرس عشان نسد ولا احنا بنطلع مديونين، وهيك الضغوط النفسيه عم بتزيد، والضغط بسبب الضغط المادي. والمشكله الاوعص انه عم ندور على حلول سهله، والحلول السهله عم بتجيب مشاكل اكثر. انا عم بفكر كمان انه يمكن فوتنا حالنا على محل خطر. انا بفكر انه كمان يعني انه الناس تعودت انه هذا هو الطبيعي، صار هاي الحياه الطبيعيه، انه الناس مش عم بتفكر بالرجعه للحياه الطبيعيه، انه انت بتشتري سياره اللي هي مش بقدرتك اليوم، هي بقدرتك انك تدفع القسط تبعها، لانه انت مصروفك بسبب الاغلاق، لانه انت عم تشتغل بنفس الشغل، ولكن لما ترجع للحياه رح يرجع استهلاكك لباقي الاشياء، وانت مش رح تقدر تدفع. بس بدي انقل لدكتور جهاد وافتح معك هيك خانه صغيره، قد ايه بخوف
الجهاز الصحي عدم الخوف هذا اللي عم بيحكي عنه دكتور زياد والأستاذ حسين، قديش إنه الناس عم تتصرف بـ بـ بعدم الخوف اللي سماه الاوبتمالي الطبيعي أو المرجو المطلوب من الناس، قديه بخوف الجهاز الطبي إنه إذا رجعت الطفرة هاي أو إجت كمان طفرة نفرض اللي هي يعني مؤذية أكتر مش بس انتشارها أكبر، قديه بخوف الجهاز إنه الناس مش خايفة؟ تماما، هي بالضبط هي النقطة. يعني احنا كمجتمع خصوصا المجتمع العربي بالبلاد بس كمان كل العالم، احنا عم نتصرف زي ما يسمى بندول نيوتن اللي هو رقاص الساعة، يعني بننتقل من النقيض للنقيض الثاني بسرعة كثير كبيرة. يعني من اغلاق تام، ما حداش بيطلع من البيوت بالاغلاق الاول اللي هو كان سببه الهلع الشديد، لا احنا بدنا نروح على الاعراس 1001، بدنا انه نشتري بس اكل للبيت بعشرات الالاف، لا هسه بدناش نشتري شيء للبيت، هسه هدفنا الاساسي انه نسافر. قبل ما اتطرق للنقطه اللي ذكرتها استاذ عامر، بس بدي اتطرق للنقطه اللي ذكرها الاستاذ زياد، انه ليش ما نستناش نص سنه لنسافر؟ ليش ما نستناش نص سنة لتنو نشتري السيارة جديدة أو نجدد سيارتنا أو نغير عفش البيت؟ إحنا بنعرفش إيش رح يصير، لا كطباء ولا كعلماء ولا كمجتمع، أحداش بعرف إيش اللي رح يصير. يعني الطفرات هاي ممكن تصير، الطفرة الهندية ممكن تكون إنها مش أقصى طفرة اللي ممكن تمرق علينا، وممكن بنفس الوقت الفيروس يتغير بطريقة معينة ليتلاشى بشكل تدريجي، بس ممكن كمان انه التعامل مع الفيروس، تعامل الجسم قصدي جسم الانسان مع الفيروس بعد ما يتطعم اكثر من مره، بعد ما يتعرض للفيروس حتى اذا حس بعوارض او حتى اذا ما حسش بعوارض، ممكن انه يصير تعامل الجسم من ناحيه جهاز مناعه مع الفيروس احسن. يعني بدي اعطي هنا مثال تاريخي، لما الانسان الابيض وصل لاستراليا، الأستراليين الأصليين ما كانوش يعرفوا إيش هو فيروس الإنفلونزا، كانوا يموتوا بعشرات الآلاف. عشرات آلاف السكان الأصليين بأستراليا ماتوا بسبب إنه جهاز المناعة تبعهم جسمهم ما تعرضش قبل للفيروس، بعرفوش، فكانوا يموتوا بعشرات الآلاف. لما الأطفال بتعرضوا للفيروس، تعاملهم مع الفيروس، تعامل جهاز المناعة مع الفيروس هو أسهل. عشان هيك بحالات نادرة جداً الأطفال الصغار بالعمر بوصلوا لحالات خطرة، إن كان من الكورونا ولا من الإنفلونزا ولا الفيروسات التنفسية تاني، طبعاً في حالات بس نادرة. لما الجسم البالغ، لما جهاز المناعة القوي البالغ يتعرض للفيروس بجيل كبير لأول مرة، هذا الإشي بشربك جهاز المناعة، جهاز المناعة بيشتغل أكتر من اللازم كتير. عشان هيك إحنا بنعطي أدوية اللي تضعف جهاز المناعة بالحالات المتوسطه والخطره من حالات الكورونا، احنا بنضعف جهاز المناعه، لانه جهاز المناعه بسبب ضرر كبير للجسم. هاي بسموها الجزء الالتهابي، مش الجزء الفيروسي من المرض. يعني الجسم بيقاوم اكثر من اللازم، احنا بنضعف جهاز المناعه وهيك بنقلل الضرر. ف ما بنقدرش نعرف اذا راح الحالات لقدام تكون أهون ولا رح تكون أصعب. يعني ممكن اللي استنى نص سنة لأسافر، بس ممكن هاي النص سنة ما تكونش نص سنة، ممكن تكون لكل باقي الحياة، ممكن الحياة اللي كانت عندنا لحد آخر سنة 2019 ما ترجعش ولا مرة كيف كانت. فعشان هيك يعني مش بس كعامي، كمجتمع علمي نقدرش نجزم إيش اللي رح يصير. أنا كجهاد كوري بتوقع إنه زي ما تعاملنا مع الفيروسات السابقة كان تدريجياً، رح الفيروس يصير فيروس تنفسي أهون، اللي نتعامل معاه بطريقة أهون، وكل الحجوزات الصحية والحجرات الصحية هاي ممكن اللي تكون أهون. حلو، بس معناته بدي أسألك على هذا، بدي أفتح محور عشان منه ننطلق كمان للباقي لدكتور زياد وكمان أستاذ حسين. هيك ما جاش الوقت أنه تطلع الأصوات الرسمية
إن تقول إنه خلاص يعني الكورونا هنا ليبقى يعني ولازم نبدأ نعيش معه مثل باقي فيروسات الكون، لأنه من المنطق إنه نبدأ نفكر بهذا الاتجاه. يعني إذا التطعيمات فعالة على القليل في منع انتشار أمراض خطيرة وبتحمي مناعة الجسم إنه يتصدى أفضل للفيروس، ليش ما بتروح المنظومة الرسمية باتجاه العيش المشترك مع الفيروس، انه خلص هذا الفيروس موجود ولازم نعيش معه يعني ونخفف من حالة الهلع تبعت الناس العامة، ومن اللي انه يعني مثل ما انت قلت، طب انت بتقول له اجل نص سنة، شو بعرفه اذا نص سنة، يمكن نص سنة تكون خمس سنين، وهو كأنه يقول لك طب انا عندي فسحة هسه اسافر، خليني اسافر وبعدين بقعد وراها سنتين. بس اتدخل اول شيء، اذا قراءتي كانت جيدة اللي قاله الدكتور جهاد، انا اذا قراءتي جيده قريت انه الوضع فيه ضبابيه من ناحيه طبيه، يعني يمكن يكون خطر كبير، يمكن يضع الفيروس. هذا اول شيء. اذا انا بفرض كانسان عاقل انه الفيروس لم ينتهي بعد، في ممكن يصير تفرقات، ممكن يصير دواء ونحل المشكله، ممكن زي ما قال الدكتور انه ينمح عن وجه الارض. بس انا متاكد شيء واحد، من هون لثلاث اشهر الفيروس موجود، من هون لست اشهر الفيروس موجود. إذا أول شيء العقلاني إنه إسا عنا ضبابية من ناحية برونستيك، من ناحية شو بيصير، من ناحية طبية في المستقبل. أنا بفرض السؤال، أولي أفرض إنه لا، فعلى القليل من هون لست أشهر الوضع في العالم كلياته، وأنا حسب رأيي، أنا بعرفش يعني الدكتور جاي بيعرف أكثر مني، إذا لم يطعم على الأقل 70% من العالم ككل الفيروس بيضل موجود، على الأقل 70%. إذا التطعيم تطعيم عالمي، مش تطعيم في البلاد هون، ولا تطعيم في فرنسا، ولا تطعيم في إنجلترا، كيف منظمة الصحة العالمية بدها توصل يوم من الأيام تطعم على الأقل 70%؟ أنا بحسب إنه إسا بحساباتي أنا الإنسان البسيط جدا جدا، هاي تطعم كل الكرة الأرضية 70% بدنا سنتين أو سنة ونص، على الأقل سنة. إذا بده ينجو 12 مليار لقاح فايزر، وإذا موديرنا، وإذا سبايك فايف، وإذا بنقول بده يصير 20 مليار، وإحنا بدنا جرعتين على الأقل. حتى نحسب حسابات انه انا من هون لست اشهر انا بقول انه الفيروس موجود. اثنين، انا مش قاعد اقول انه الامل مش لازم يكون موجود، يعني بقول لك ست اشهر بتقول لي بركي خمس سنين، لا، لانه احد الدوباج الشيء اللي يعني بيساعد الانسان من ناحيه نفسيه انه في امل، والامل موجود. اقول لك سببين الامل موجود، امل بالنسبه بشكل بسيط جدا جدا، كان في فيروسات وراحت، الإيدز كان يخوف، وأنا متذكر أول مقال قريته عن الإيدز سنة 80 في مجلة علمية طيب بلجيكية، وطلعت زي ما طلعت الكورونا، معقول مش معقول، بعدين كان هلع في أوروبا، هلع مخيف في أوروبا، يعني بس يا بعد أطمن نفسي وأقول يا الإيدز ورا ظهرها. طيب أقول عن السارس، اللي كان يعرف عن السارس طيب ولا أرى عنه، كان مرض خطير جدا جدا، أخطر من الكورونا كوفيد 19، ورغم ذلك تبريري انا انه عشان ما اخافش كثير خلص، ما الفيروس راح والحصبه الالمانيه راحت وكل الفيروس راحوا. هاي تحليل عام، تحليل بيساعد شوي، بس التحليل لازم يكون مبني على امل واقع. انا الامل الواقع بالنسبه لي من هون لست اشهر في فيروس، بس عن جد مش بقى يعني قدام الكاميرا بحكي، عندي امل كبير كبير نلاقي دواء. يمكن واحد ثاني بيقول لا تطعيم احسن، بس انا متاكد من هون لست اشهر بدايه حل لدواء. بس ليه نخاطر في خلال الستة أشهر هدول؟ إذا عنا أمل بعد ستة أشهر، وأمل ما بحكي أنا بقرأ مقالات علمية طبية كمان طيب، إنه شو بدي يصير، وشركات أدوية كتير تتنافس في إيجاد دواء، والتطعيم نزل من 94 إلى 64، بس إن شاء الله بنلاقيكم بنزاتسيا أخرى طيب، إنه نقدر نقمع في أمل. وأنا بديش الناس يبدو الأمل الواقع نسميه هيك، مش الحلم، الامل الواقع انه الفيروس بده يكون يوم من الايام من ورانا، بس وينتا تقدر نعمل خطوه بس هيك دكتور بس هيك دكتور انا بدي اوجه بدي اخذ كلامك هذا اللي هو كمان فيه كتير منطق، ولكن من ناحيه ثانيه يعني بدي اسال يعني استاذ حسين على اللي انت عم تحكيه. طب انت بتيجي بتقول طيب بدنا لازم نطبق طعم 70% من العالم عشان نقدر نقول انه الفيروس يمكن يكون ورانا. طب بيجي أستاذ حسين بقول لك بس هاي كارثة اقتصادية، إذا بدك تسكر العالم كمان سنة من أول وجديد، في عنا كارثة إنه أنو عالم رح نطلع عليه من أول وجديد، هذا العالم كيف بده يكون شكله حتى لو تخلصنا من المرض اقتصاديا، هل بنقدر نتحمله هذا ولا لا؟ طبعا هذا كجملة استفهامية أكثر أستاذ حسين عشان نشوف شو رأيك أنت بهذا الموضوع. مين اللي بتقوله؟ لأنه شو بعدين؟ يعني شو مع المصالح التجارية اللي سكرت؟ شو مع الناس اللي عليها ديون؟ شو مع الناس اللي صار في عليها أهل خيمة الهوتال أخوها عالوا عن برغوران؟ شو مع الناس اللي مدمونة للسوق السوداء؟
اذا بدنا نسكر الدنيا انا بدي احكي على شقين، على المصالح التجاريه وبدي احكي على الحياه العائليه، على الاقتصاد العائلي زائد الاقتصاد المصالح التجاريه. المصالح التجاريه فيش شك انه اذا استمر الشيء كمان 6 أشهر او كمان سنه او رجعنا للحصار وللاغلاق اللي كان، طبعا في خطوره على كل السوق خاصه في الوسط العربي والنزل اللي صارت بشكل جدي في كل المصالح العربيه. وهون انا بتواصل مع اللي انت بتقوله في انه شو 6 أشهر كمان مره نسكر، نرجع نسكر مصالحنا، تسكر الدكاكين، تسكر المطاعم، تسكر المصالح، تسكر الكراجات. واحنا هاي هي هون الشيء اللي احنا معظم مصالحنا هي ورشات، يعني فيش عندنا المصالح الكبيره الضخمه جدا اللي بدها تاخذ الدعم اللي تستمر. وخاصه انه في كمان تمييز في التعامل البنكي، في التعامل السباكين اللي بيعطوا الطاقه على المصالح. احنا بنحكي على خطوره على كل المصالح، والشيء راح يتكرر كمان مره اذا نعمل اغلاق كمان مره. من جهه ثانيه واللي هو بالنقيض اللي انا بقوله على المصالح، شو المشكله اذا تسكرت كمان 6 أشهر والناس ما سافرتش خلص 6 أشهر؟ شو بده يصير علينا اذا ما سافرناش سنه كامله؟ كيف تحولت الكماليات لاساسيات؟ بعدك بتقول عامر بدايه اللقاء لما سافرت، انا لما سافرت اول مره نص مجد كروم جت ودعتني، اليوم صار يعني مفهوم ضمنا انه كل شهرين ثلاث انا بدي اركب بالطياره. اذا انا كل شهرين مش بالطياره انا في ما لي شيء، كانه انا ما عندي كانه شيء ناقص. بعدين انا بطلت اعرف اغير مزاج الا بانطاليا وانت بميكانوس. فعم بيصير في شيء اللي هو فيه قرارات مش مدروسه ماديا عائليا بحكي، اللي هي بتتناقض مع الوضع العساكيم او المصالح التجاريه العربيه. فتحولت الكماليات لاساسيات، وعشان هيك الاستهلاك الغير مدروس تطور، وعشان هيك الاعتماد البنكي كبير، وعشان هيك الناس مش عايشه براحه ماديه، لانه صار بده يهمنا الصوره الخارجيه، وهي عم ندفع ثمنها كثير غالي. وبينت كثير في بدايه الكورونا، صار في كيف حكيت في البدايه، صار في تحسين في نوعيه طريقه اتخاذ القرار، صار القرار مدروس اكثر، صارت السلوكيات فيها اقتصاد اكثر. بس لما رجعنا انفتحنا، رجعنا للعاده السلبيه اللي هي فيها فضلنا الرغبه على الحاجه، وفضلنا المستوى على الجوده، وعشان هيك الاستهلاك هو مش استهلاك مدروس، وهذا اللي عم يوصل لحاله من بدناش نصل للمحل الثاني انه في اجرام وفي مشاكل، في مشاكل صحيه ومشاكل نفسيه بسبب الوضع المادي. هذا الشق الاخير. النقطه الاخيره بدي اقولها بس بدقيقتين، المشكله الكبيره انه الدوله عم بتشجع الاستهلاك اللي يعتمد على البنك وعلى اعتماد البنك عشان يرفعوا النمو، يكون في نمو اقتصادي، فبده يكون في استهلاك اكثر، في بيع اكثر، في نمو اكثر. فاذا ذاكرين نتنياهو لما وزع 750 شيكل اول مره، هل عشان نشجع الناس تطلع تشتري؟ تشتري شو؟ تشتري ليه؟ مش سؤال ليه؟ وفيش لشو؟ في انه تشتري عشان ترفع النمو، عشان يصير في حركه بالسوق اكثر. واحنا لانه ما بنعرفش ناخذ القرار العقلاني المدروس بكل ما يتعلق بالاستهلاك، وافصل الحاجه، اخذ الاشياء اللي انا بحاجه لها بالاساس، ابني سلم اولويات، ابني ميزانيه بيتيه، وحسب قد ايه في عندي فراغ، اتبنى فكره توفير، اتبنى فكره تامين. لا، احنا عم نروح على الاستهلاك بشكل فظيع جدا لنتائجه، وعم بتبين علينا وعائلات. طيب جميل، بدي اعطي بس دكتور جهاد انه يعقب على هاي النقطه بالاساس. اذا بدي ارجع فيك على السؤال المحوري هذا، انه هل اجى الوقت انه رسميا انه تطلع اصوات وتقول انه خلص الكورونا هنا ليبقى واحنا لازم نتعايش معه؟ هذا الحكي سابق لاوانه بالضبط بسبب كل اللي ذكرته، لانه ما بنعرفش اي متغيرات راح تطلع، كيف جهاز المناعة راح يتطرق أو راح يتعامل مع الفيروس لقدام، خصوصا في ظل التطعيمات. يعني بدي أذكر واحد من الأبحاث اللي احنا عملناها بمستشفى الإنجليزي، في بحوثات كمان من مراكز طبية ثانية بالبلاد ومراكز عالمية. احنا بعد 3 أشهر شفنا أنه نسبة الأجسام المضادة بعد 3 أشهر من التطعيم نزلت ل 12% من اللي كانت عليه بعد بشهر من التطعيم. يعني نجاعة التطعيم عم تنزل مع الوقت، هاي واحد. فأشياء كثيرة اللي يعني علامات استفهام اللي فيش عنا جواب لإلها، فعشان هيك ما حداش بقدر من أي جهة رسمية يذكر إنه إحنا هنا بدنا نتعامل مع الفيروس كفيروس اللي بده يضل، ولا ممكن تكون أشياء أصعب لقدام ولا أهون لقدام. عشان هيك بدناش نحضر المجتمع لسيناريوهات اللي ممكن جدا إنها تصير. ثاني نقطة اللي ذكرتها أنت والدكتور زياد، إنه بالنسبة ل 70%، إحنا منحكيش عن مناعة القطيع 70% من العالم يتطعم.
70% من العالم يكون عنده مناعة، يعني ممكن يكون متطعم أو مريض، وممكن هاي 70% يعني مطعمين أو مرضى، بس هن ما لا يعتبروا من هدول 70%. ليش؟ لأنه الفيروس تغير، أنت أخذت التطعيم، صار التطعيم ما فاتكش. يعني لنفرض إسا فرضا، الأرقام مش دقيقة بالمرة طبعا، فرضا نجاح التطعيم فايزر اللي كلياتنا أخذناه هي 64% بالوقاية من فيروس كورونا طفرة دلتا. ممكن الأرقام تكون غير، ممكن بكرة تطلع طفرة تانية اللي نجاحة التطعيم ضدها 0% أو 10%. فهاي الأرقام يعني مش عم نحكي إنه أخذنا التطعيم خلاص، التطعيم هو ضد طفرات معينة اللي موجودة، التطعيمات هاي ممكن تتجدد. يعني أغلب الظن إنه نأخذ تطعيمات كل فترة وفترة لأنه الفيروس ممكن يتجدد وبدنا إنه نكون مطعمين ضد السلالات الجديدة. دكتور جاد اسمح لي أسألك سؤال. لنفرض إسا فايزر أو موديرنا أو أي شركة دواء في العالم لقت تطعيم اللي كمان مناسب لدلتا ولا جاما ولا ألفا، يعني كل البتاتسة الموجودة إسا في العالم، لنفرض فرضاً جدليا، طيب لقينا إسا وتوفر 20 مليار جرعة وقدرنا إحنا نطعم 70% من الناس، هل يخضع على الفيروس ولا لا؟ لا، لأنه أول إشي يعني الإشي نظرياً ممكن يكون هوين. أول إشي أنت تقدرش تعطي التطعيم لكل العالم مرة واحدة وبهيك أنت تقضي على الفيروس. يعني إحنا بنشوف حتى بالعالم الغربي، العالم المتطور، بخذ لنا كتير وقت لنطعم قسم كبير من المجتمع العام. عبين ما أنت تطعم 70% فرضاً وجدلاً أنك بدك تطعم 70%، أنت تقدرش تطعمهن بيوم. هاي واحد. اثنين، انت بتقدرش تطعم قسم كبير من المجتمع اللي هو اولا رافض للتطعيمات، ثانيا بيقدرش ياخذ التطعيمات بسبب ظروفه الصحيه، ثالثا بسبب جيله. فهذول الناس بضل عندهم الفيروس والفيروس بضل يتغير. فعشان هيك يعني نظريا، حتى بالنظريه اللي انت اقترحتها، احنا مش راح نقدر نقضي على الفيروس الا اذا الفيروس نفسه يعني صار فيه نوع طفرات معينه اللي قضى على نفسه، أو جسمنا طيب. تعامل مع الفيروس صار أحسن. طيب. بس نقطة أخيرة بكلمة واحدة أستاذ عامر. بالضبط، لأنه إحنا وصلنا للنهاية للأسف. بمماش بوقت قصير كتير. إحنا كبشر إحنا حياتنا هي مش بس يعني صحة، هي صحة واجتماع واقتصاد. فنقدرش اللي نعيش بغرفة مغلقة اللي نستنى الفيروس اللي يروح. إحنا بدنا يعني نكون بأقرب ما يمكن لحياتنا الطبيعية، وهنا بيجي دور السلطات إنها للعزل وللوقاية وللتشخيص المبكر. وهون نتأمل إنه وزارات الصحة عالمياً يتصرفوا بطريقة أحسن من إنه نكون رد فعل للفيروس، إن نخطط طريقة حياتنا وطريقة تشخيصنا وتعاملنا مع الفيروس بطريقة أحسن، وهيك نرجع أقرب ما يمكن لحياتنا السابقة. جميل هاي الجملة بالنهاية، لأنه أنا بفكر أنه هاي بتلخص كتير من هذا اللقاء، وأنا بدي أزيد عليها جملة تبعت أنه يا ريت لو كانت كل يعني هاي الأزمة تدار عن يعني في الدول عن طريق ناس مختصين زي اللي كانوا موجودين معي بهاي الحلقة اليوم، ومش عن طريق ناس سياسيين كل همهم بالآخر أنه يكسبوا ولا مطلق، بمعنى أنه خد 700 شيكل اطلع وصرفها عشان نحرك الاقتصاد، أنه تعطي أدوية لتخفيف الألام، أو أنك تقول للناس خلاص خد التطعيم وكل شيء بنحل وانتهى الموضوع. إنما تضل منطقة الشك، هذه منطقة الحذر، منطقة أنه الإنسان يقول طبعا أنا يمكن أخسر سنتين مش طبيعيات من حياتي أو سنتين ونص مش طبيعيات من حياتي عن طريق أنه أنا أحذر اتجاه هذا الفيروس عشان نشوف كيف كنا نقلته كلنا في هذا العالم بشكل أفضل، من أنه أنا أضلني أعيش بعالم متقطع اللي شوي شوي عم بنهار، منظومته الاقتصادية عم تنهار، منظومته الاجتماعية عم تنهار، عم تخلق أجيال ما بتعرف شو يعني اجتماعيات، ما بتعرف شو يعني تلتقي مع بعضها بشكل فعلي، وأنه هذا كيف إحنا نقدر نسيطر عليه. ولكن في النهاية ما بسعني غير أقول أنه وصلنا للنهاية للأسف، ومع أنه بعرف أنه في جعبة كل واحد منكم بعد المزيد والمزيد
المزيد انه يفيدنا فيه. ولكن انا بدي احب بس اشكركم جميعا على هذا اللقاء الثري والمثري والمثير والغني بالمعلومات والمفيد جدا جدا جدا. وبحب اقول لكم بس شكرا كبيرا لكم جميعا. دكتور جهاد خوري، أخصائي الأمراض الباطنية وأمراض الرئة في جامعة ييل الأمريكية، الطبيب المختص سابقا في مستشفى الكرم الحيفة ومستشفى الناصرة الإنجليزي، والأستاذ حسين خلايلي، مدرب ومستشار شخصي ومستشار لاقتصاد العائلة، 18 عاما خبرة عمل في البنوك والتأمينات والرهن العقاري، ودكتور زياد خطيب، مختص نفسي تربوي يعمل في عيادة خاصة ويحاضر في 3 كليات في حقوق التربية الأبوية. أنا جدا سعدت وسررت واستفدت في تواجدكم معي في برنامج عزوم. ديروا بالكم على صحتكم أنتم كمان، وألف شكر وتصبحوا على خير. وهيك بنوصل لنهاية الحلقة من برنامج عزوم. بتأمل أعزائي المشاهدين والمشاهدات أنه الحلقة كانت مفيدة لكم مثل ما كانت مفيدة إلي. رح نلتقي الأسبوع القادم بنفس الموعد على شاشة قناة مساواة مع حلقة جديدة وضيوف جداد. وإلى حينه كونوا بخير، وأنا رح أفكر موضوع جديد. تصبحوا على خير.